طيب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ده الفيديو بتاع الهومورك اللي كان اتكلمنا فيه عن المولكيولر، عن الامبيريكال فورمولا، اتكلمنا عن الفورمولا ان جنرال، واتكلمنا عن الماس برسنتج وازاي نحسب الامبيريكال فورمولا وهكذا. واحده واحده، الهومورك مش كبير، هومورك صغير فيه شويه افكار لذيذه، واحده واحده معايا لان الكويز هيبقى موجود من الهومورك ده. ركز معايا ويلا بينا. والسؤال الأول بيقول 29.3 جرام of element X هيت separated، يعني هيتفصل من 660 كيلو جرام molybdenum ore. ore يعني ايه يا شباب؟ ore يعني مادة خام كده، يعني الحاجة طالعة مثلا من الجبل مثلا بتاعها. يعني لما يقولك مثلا الايرن ore يعني الخام اللي طالع كده اللي احنا مستخرجينه. طيب طلع من كام؟ 660 كيلو جرام من المولبيديوم. طيب what is the mass percentage of X in the ore؟ تمام ore. طيب فاكر الماس برسنتج؟ لو انا قلت كلمة ماس برسنتج كان ليها قانونين مش كده؟ لو انا شغال في كومباوند فالمولر ماس بتاع الاليمنت على المولر ماس بتاع الكومباوند، ولكن لو انا شغال في ore فتحت ore وفوق هيبقى الماس بتاع السامبل. واحنا اتفقنا يعني ايه برسنتج. كلمة برسنتج يا شباب يعني نسبة، يعني جزء على ال كل، بورت على توتل، صح؟ طيب انا الجزء الحتة الاكس اللي انا طلعتها دي بكام؟ ب 29.3، صح كده؟ هو اللي مدهول اهو. طيب الكور بقى كل الحاجة اللي استخرجت هتبقى كام؟ 660. غلط. ايه اللي غلط يا عم؟ ما هو هو قايل ان هو 660 حبيب قلبي، هو قايل ان هو 660 كيلو، انت فوق كاتب 29.3 جرام، يبقى انت لازم تحول من الكيلو اللي تحت ده للجرام. طيب من الكيلو للجرام اعمل تايمز كام؟ تايمز 10 باور 3 اللي هي ممكن اشيل تايمز 10 باور 3 دي واحط 3 اصفار 1 2 3. حط الكلام ده على الكالكوليتور هتطلع الإجابة 0.0044%. طيب يبقى هتطلع الإجابة A، يبقى كده الإجابة A في سؤال الأول. يلا بينا على السؤال الثاني. In which of these compounds is the mass percentage of carbon is the largest؟ يعني إيه؟ يعني أنا هجيب الماس percentage بتاعت الكربون في A و B و C و D وأشوف أكبر حاجة هو الصح. طب بصوا يلا زي ما عملنا في الحصه، لو انا عملت سي 2 اتش كام؟ 2. ده اجابه رقم ايه اهو. طيب فاكر كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل سهم، وبعد كده كنت بقول لك قسم انا عايز ايه برسنتج اوف ايه؟ كربون. يبقى هنا في كام كربون؟ 2 كربون، صح كده؟ اروح حاطط هنا تحت هنا المولر ماس وتحت هنا المولر ماس. طيب سي 2 اتش 2 يعني 12 عشان الكربون ب 12 هو قايل لك اهو، تايمز 2 بلس الهيدروجين 1 بس تايمز 2، كل ده على الكالكوليتور يطلع ب 26. حلو 26، يبقى ده كده المولر ماس بتاع ال 2 اتش 2. طيب المولر ماس بتاع الكربون ب 12؟ لا مش ب 12. ايه يا عم ما ب 12 هو مدين ب 12؟ لا بس عامل تايمز 2، يبقى 2 تايمز 12 يبقى الاجابه 24. يبقى هعمل الرقم ده المولر ماس، خلينا نستنى نعمله باللون ثاني، 24 المولر ماس بتاع الكربون ديفايدد باي المولر ماس بتاع الكومباوند كله تايمز ايه 100. فهعمل 24 ديفايدد باي 26 تايمز 100 هتبقى الاجابه بتساوي 92.3%. 92.3% يبقى كده الاجابه ايه؟ ادتني حوالي 92%. تمام يلا بينا نكمل نفس الطريقه، واللي يدينا اعلى حاجه، هو الاجابه المظبوطه. يبقى الاجابه ايه؟ سجل عندك طلعت 92%. تعالى هنا نجيب البي اللي هو سي 2 اتش 4. طيب هيديني كام سي يا شباب؟ برضو 2 سي، صح كده؟ يبقى اجيب المولر ماس هنا واجيب المولر ماس هنا. طب يلا بينا، المولر ماس هنا طلعت 12 تايمز 2 بلس 4 تطلع الاجابه معاك ب 28. جميل، هنا ب 12 تايمز 2 اللي هي ب 24. هروح ماسك ال 24 دي واعملها ديفايدد 28 وبعد كده اعمل تايمز 100. يلا بينا نمسح، يبقى يلا بينا نبدا 24 ديفايدد باي 28 تايمز
100 عشان اجيب النسبه المئويه بتاعتها، هتطلع ب 85.71. خلي بالك A كان طالع 90%، لكن هنا طالع 85، يبقى لحد دلوقتي A هو الاعلى. يلا بينا نجرب C. نجرب C. C بتقول لي كام؟ C3H8، نفس الفكر. احط هنا، هنا يا شباب في كام؟ C3C. احط هنا تحتي المولر ماس واحط هنا تحتي المولر ماس. يلا بينا، المولر ماس هنا 12 في 3، فاهمين ليه؟ عشان الكربون الواحده ب 12، وفي كام واحده؟ 3 بلس 1 في 8 اللي هي كام؟ 8. دكتور عرفت ازاي ان هي 1 يا حبيبي؟ اهو الهيدروجين بواحد، تمام؟ هو قال لي المولر ماس بتاعها. تطلع الاجابه لو عملتها على الكالكوليتر تطلع 44، جمعها انت تطلع 44 جرام بير مول. طيب وهنا تبقى 3 تايمز 12. عرفت ازاي 12 يا حبيبي؟ هو مديها لك، تمام؟ تطلع الاجابه 36. هتروح ماسك ال 36 الجميله بتاعتك اللي هي الاليمنت على الكومباوند كله تايمز 100، فهتعمل 36 ديفايدد باي 44 تايمز 100، تطلع الاجابه ب 81%. الله، ده اللي فاتت كانت 85، ده 81. انا لحد دلوقتي A هي الاكبر حاجه، كانت ب 92. طب تعالى اخر واحد نطمن كده ان ايه هي اول واحد، ان ايه هي اكبر حاجه. تعالى نشوف دي، تعالى نشوف دي. بيقول C4H10، C4H10 هنعمل كده. وقول لي كام في كام C4C. حط مولر ماس هنا، حط مولر ماس هنا، نفس الطريقه. دكتور بتعد، هي ايوه، ما هي نفس الفكر. تعالى ال 12 تايمز كام؟ 4 بلس 10، تطلع الاجابه معاك 58. جمعها على الكالكوليتر تطلع معاك 58. هنا 4 في 12 تطلع معاك الاجابه ب 48. يبقى همسك، يلا بالاخضر بقى 48، همسك ال 48 واعمله ديفايد بال 58 واعمله تايمز ايه؟ 100 عشان اجيب البرسنتج. يلا بينا بالاسود 48 divided by 58، فاهمين ليه؟ فور شباب 48 ده الماس بتاع الاليمنت، كان 4 وهو ب 12، يبقى 4 في 12 48. طب و 58 ده المولر ماس بتاع الكومباوند كله، ماشي؟ ما تعصبنيش عشان الدنيا تبقى جميله. تايمز ايه؟ 100. دكتور هو حد جه جنبك؟ المهم انا اسف. ايكوال 82.76. ايه ده؟ ده 82. يبقى لحد دلوقتي انا معايا مين الهايست؟ C2H2. يبقى الاجابه ايه، صح كده؟ مظبوط. يبقى الاجابه 2 هتبقى الاجابه ايه، لان انا عملت في الاي هنا، عملت في الاي كانت ب 92 والباقي كان في الثمانينات، يبقى انا اعلى حاجه هو عايز اللارجست، يبقى اعلى حاجه C2H2، يبقى الاجابه ايه. يلا بينا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده فيه فكره. The compounds are similar in the following except. يبقى أنا هجيب الإكسبت، يعني أنا هجيب الحاجات اللي مش زي بعض فيها. كلمة إكسبت ما عدا، هو بيقول لك كل دول شبه بعض في كل دول ما عدا، يبقى الحاجة اللي أنا هاخدها دي مش شبه بعض فيها. طيب هل الماس برسنتج اوف كربون اند هيدروجين اوف ذيم اونلي؟ هل الإجابة رقم إيه؟ حبيبي أنا عارف إن أنت في شيطان يقول لك دكتور أي اونلي تبقى غلط. اهدى اهدى عشان ما تلبسش الخازوق المتين. ليه؟ عشان ساعات بيرزعك قولي وتبقى هي الصح، فهدا كده وتعال نشتغل. يلا بينا شباب. سي 3 سي هنا سي اتش 3. طيب واحده واحده تعال نعد السيهات مع بعض. يبقى انا لو هجيب اول موليكيول كده، اول واحد، اول كومباوند سي 1 اهو، 2 3 4، يبقى سي 4، صح كده؟ صح. تعال نشوف الاتش. اتش 3 و2 5 و2 7 و1 8، يبقى اتش كام؟ 8. او تعال نشوف الاو. او تعال نمسح كده، عدي معايا كام او؟ هما 2 بس، يبقى معنى كده الاو كام؟ 2. يبقى ده اول حاجه معايا، تمام يا شباب؟ طيب يلا بينا تاني حاجه معايا، رقم بي. رقم بي تعال نعد نفس الفكر. عد 2 سي 3 4، يبقى سي 4. اتش كام؟ تعال نعد 2 و2 4 و2 6، وادي كده 7، وادي كده في الاول خالص 8، يبقى اتش 8. الله، ده هي ماشي. تعال نمسح كده ونكمل شغل. الاو بقى في الاو الاولى اهي، وفي الاو الثانيه، يبقى سي او كام؟ او 2. الله، ده هو اي وبي هو نفس الكومباوند، او خليني اتكلم صح، نفس الموليكيولر فورمولا. موليكيولر فورمولا سي 4 اتش 8 او 2، وهنا سي 4 اتش 8 او 2. تعالى الاخير، في كام سي 1 2 3
4 يبقى سي 4 اتش كام تعالى 3 4 5 6 7 8 يبقى اتش كام 8 او كام دكتور مفيش او خلاص يبقى نمسح الاو دي تعالى نحط ايه بقى مكانها في تعالى نعد كده في اس جنب الاتش ده يبقى معنى كده هيبقى اس. حد عنده مشكله يا شباب؟ اظن الدنيا تمام. هل الماس برسنتج اوف كربون اند هيدروجين ان ايتش اوف ذم اونلي؟ طب تعالى نحسب الماس برسنتج شباب. هو الماس برسنتج عباره عن ايه؟ عباره عن المولر ماس بتاع الاليمنت على المولر ماس بتاع الكومباوند ان جنرال كله 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 كله. هنا في كام سي؟ 4 على المولر ماس. تخيل المولر ماس هنا مثلا انا حسبته بس تخيل مثلا هو لو ب 200 مثلا يبقى 4 على 200 صح؟ طب وهنا 4 على 200 صح؟ هي هي ما هي يبقى ده وده زي بعض. طب تعالى هنا الاكسجين هو مديك ان الاكسجين بكام؟ ب 16. 16 تايمز كام؟ 2. هو 16 و2 كام؟ تايمز 2 يعني 32. طب وهنا يعني كده المولر ماس بتاعهم 32. طب وهنا المولر ماس بتاعهم 32. طب بص السلفر لوحده بكام؟ تعال نشوف كده بكام؟ 32. الله دول هم كلهم عندهم نفس المولر ماس. يعني معنى كده ان لو ده 4 على 200 فده 4 على 200 وده كمان 4 على 200. اللي مش فاهم بص حبيبي دول نفس المولر ماس بتاع ده نفس المولر ماس بتاع ده. وبما ان انا عندي اربع كربونات واربع كربونات واربع كربونات يبقى معنى كده الماس برسنتج بتاعت كل دول زي بعض للكربون. طب وهنا 8 اتش 8 اتش 8 اتش يبقى معنى كده برضو الماس برسنتج قد بعض صح؟ صح. يبقى الاجابه ايه؟ صح. لا دكتور انت عايز اكسبت يبقى الاجابه ايه؟ مش هختارها عشان هي صح انا عايز الاجابه الغلط. طيب بي هل المولر ماس قول لي هل المولر ماس هو متشابه؟ اه متشابه. احنا قلنا سي 4 اتش 8 او 2 هو هو ده هو هو ده صح؟ يبقى دي اكس عشان عايز الحاجه المختلفه عشان هو ايه اللي اكسبت. هل اتش اوف ذم كونتين 3 اليمنتس؟ حبيبي ركز معايا الثلاثه اليمنتس مش 3 اتومز. 3 اليمنتس مش 3 اتومز. يعني ايه مش فاهم؟ هنا تعال نغير اللون بالاحمر. هنا في كام اليمنت؟ واحد السي اتش ادي كده 2 او كده 3 يبقى كده في 3 وهنا سي واتش او في 3 هنا سي واتش واس في 3 يبقى معنى كده هم الثلاثه عندهم 3 اليمنتس يبقى اكس دي مش سي مش هختارها يبقى الاجابه دي. طب تعال نتاكد نمبر اوف ذا اليمنتس. يعني ايه نمبر اوف ذا اتومز اوف ذا اليمنت؟ يعني ايه؟ يعني سي 4 وسي 4 وسي 4 ما دول شبه بعض. اتش 8 اتش 8 اتش دكتور شبه بعض بس خلي بالك هنا او 2 هنا او 2 هنا ايه اس واحده بس يعني معنى كده مختلفين في النمبر اوف اتومز يبقى الاجابه دي. يلا بينا حبايبي نفس الفكره نفس الفكره. سؤال رقم 4 بيقول لي 1 مول اوف ا كومباوند يعني اكس هو مش مديني ايه الكومباوند ده في 5 مول كربون فهحط كده ان الاكس ده في 5 مول من الكربون ماشي يا عم. بيقول لي ايه and they represent 40% of the mass of the compound يعني هو مديني الماس برسنتج اوكي عايز ايه بقى what is the molar mass of the compound بيقول لي ايه المولر ماس بتاع الكومباوند بتاعك. طيب واحده واحده فاكر كنت بحط هنا ايه هو هنا كنت بجيب الاكس ده كنت بحطه تحتيه حتى في السؤال اللي قبليه كنت بحط هنا ايه المولر ماس وهنا كنت بجيب ايه المولر ماس واعمل ده ديفايدد ده صح كده كنت بعمل كده. طيب تعال نشتغل هنا بيقول لي 5 كربون طب اسالك سؤال يبقى 5 تايمز مين 12 صح كده ليه عشان الكربون هو بيقول لي ب 12 يبقى الاجابه بتبقى 60 يبقى معنى كده ان ال 60 ده هعمله ديفايدد الاكس. دكتور انا مش عارف المولر ماس بتاع الاكس اصلا ده السؤال. طب بص واحده واحده مش هتعمل 60 ديفايدد اكس بتساوي ايه؟ بتساوي ال 40% ليه؟ مش اللي يبني الماس برسنتج بتاع الكربون ب 40% واحنا كنا بنعمل ده ديفايدد ده عشان نجيب ايه؟ الماس برسنت فتطلع ايه؟ 40. طب هتطلع اكس 40 بس لا مش صح هنا كده 40% يعني 40 على 100 جدع فهتعمل ايه؟ ده كده وسطين في طرفين او سيزر او اي ما تسميها هتعمل ال 60 تايمز ال 100 ديفايدد 40 فهتعمل ال 60 تايمز ال 100 ديفايدد باي 40 تطلع معاك الاجابه ب 150 جرام بير مول. ليه قلت جرام بير مول؟ عشان ده مولر ماس بتطلع الاجابه في الاخر ب 150 جرام بير مول هتطلع الاجابه سي.
ماشي يا شباب، نفس الفكره نفس الطريقه، بس المره دي بدل ما انت بتحسب الماس برسنتج، هو هنا حسب لك الماس برسنتج جاهزه وبيقول لك يا باشا احسب لي المولر ماس. دكتور متعصب ليه؟ متعصب ليه؟ متعصب ليه؟ ايه ده؟ مش حاجه تخليك تعصب. واحده واحده. سؤال رقم 5، اسامبل اوف هيماتايت. هيماتايت اور ده انت هتاخده في ثالثه سنه. اتس ماس از 2.4 جرام. لو الماس برسنتج اوف اوكسجين از 30.1% هيبقى الماس which can be ماس اوف ايرون اللي كان ينفع اكستراكت. طب واحده واحده، هو الهيماتايت ده عباره عن حديد ومين واكسجين. هو مديني البرسنتج بتاعت الاكسجين ب 30.1 وبيحسب، عايز بقى يعرف هيطلع كام حديد. طب واحده واحده شباب، قبل ما ابدا في السؤال ده هختبر الماث بتاعك عامل ازاي. لو انا قلت لك عايز 50% من العشرين جنيه، 20 LE، لو انا معي 20 جنيه وبقول لك هات لي 50%، هتروح عامل ايه؟ سهلة، هتعمل 50 على 100 بتساوي 50% عبارة عن 50 على 100 بتساوي تايمز العشرين، يبقى النسبة اللي هي موجودة تايمز التوتال كله، فهتطلع الإجابة نص العشرين كام؟ 10 جنيه. الله ينور عليك. يبقى معنى كده لما يكون معايا برسنتج ولما يكون معايا التوتل أضربه ببعض عشان أعرف البرسنتج دي بتمثل قد إيه من التوتل. فاهمين يا شباب؟ أنا بضرب لك المثال بطريقة سيمبل علشان نشتغل نكمل شغل بقى بالطريقة الصعبة شوية. يلا بينا. هو مديني إن الأكسجين برسنتج بتاعتها بتساوي 30.1. طب بص، الأور على بعضه كم جرام؟ ب 2.4 جرام. طب أسألك سؤال، لو أنا عايز أعرف الـ 30.1% دي يعني من الآخر كده كم جرام؟ ما هو يا حبيبي المية في المية 2.4 جرام، هو مداني 2.4 جرام. طيب أنا معايا 30، حوالي 30% منهم بس أكسجين، صح؟ طب لو أنا عرفت الأكسجين أقدر أجيب الحديد، صح؟ لو أنت معاك رغيف حواوشي 5 جرام خدت منه 2 جرام اتبقى كام؟ تعمل ماينس. طب تعالى نعرف دلوقتي ان الاكسجين بكام، يبقى هتعمل ان الاكسجين بتساوي 30.1 ديفايدد 100، يبقى 30% عملتها 30.1 على 100 تايمز التوتال نمبر زي ال 20 جنيه اللي من شويه، التوتال نمبر بكام؟ ب 2.4. تطلع معاك الاجابه ب 0.7224. واحده واحده، ده بالجرام، ده ايه؟ ده الماس بتاع الاكسجين. راح الولد زعق لي قال لي يا دكتور هو بيقول لي الماس بتاع الايرن مش بتاع الاكسجين. هقول لك يا حبيبي، تفتكر العظيم بتاعنا رغيف الحواوشي، لو انا معايا رغيف الحواوشي كله 2.4 جرام خدت منه 0.7224 جرام بس اكسجين، حد يعرف يجيب لي الحديد الباقي قد ايه؟ سهله، هتعمل الرقم الكبير ده ماينس الرقم الصغير ده، تطلع الاجابه 2.4 ماينس 0.7224، تطلع معاك الاجابه 1.68 بالتقريب جرام، يبقى هي الاجابه بي. سؤال جميل، سؤال جميل، في فكره، ومالكش دعوه الناس عاملاها ايه عشان السؤال ده بيتهبد في كتير والكتب عاملاها باسلوب زي الخرا يعني، فحلها بالطريقه دي بتاعتي ايه هتدعي لي ان شاء الله. ماشي شباب، يلا بينا. which of the following show both of molecular formula و empirical formula للopposite figure. واحدة واحدة، تعال opposite figure ده ونطلع عينه. هو هنا في كم سي؟ واحدة واحدة، في كم سي؟ لا استنى، اللون الأخضر ده بحس انه لون مايع كده، لون مش راجل. طيب في كم سي؟ 1 2 3 4 سي 4، حلو. وفي كم اتش؟ تعالى 1 2 3 4، الله ده في اتش 4 كمان. طيب واحدة واحدة، في كم او؟ تعال نغير اللون عشان عارف انت عندك عمى الوان. في كام O؟ 1 2 3 4، برضو O 4. يبقى ده معنى كده ان ده المولكيولار فورمولا. يعني ايه المولكيولار فورمولا؟ يعني اللي بيديني الريل نمبر اوف اتومز اللي موجودة جوه الكمباوند. طب تعالى واحدة واحدة، لو جيت اعمله امبيريكال فورمولا ايه رأيكم؟ بلاحظ ان كله يعمل ديفايدد كام؟ 4، فعملت ديفايدد باي 4 وغيرت بالازرق تبقى C 4 ديفايدد 4 ب 1، H 4 ديفايدد 4 ب 1، O يبقى CHO، ده الامبيريكال فورمولا. يبقى معنى كده الموليكيولر C 4 H 4 O 4 اللي هو ده،
والإمبيريكال سي اتش او، يبقى معنا كده الإجابة بي هي الإجابة الصحيحة. ودعنا ننتقل إلى السؤال الآخر. بيقول لي what is the empirical formula of the opposite compound. خلي بالك ده اسمه نفتالين أو نفتالين، ينفع تنطق الاثنين ولا مش فلاح؟ طيب تعالى، اللي بيقول لك هو بيقول لك ان الكبيرة السودة دي سي والصغيرة الزرقاء دي اتش. طب تعالى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى كام سي؟ سي 10. يلا بينا اتشات 1 2 3 4 5 6 7 8، اتش كام؟ اتش 8. يلا بينا تعالى نعرف السؤال. بيقول لي عايز الامبيريكال فورمولا، سهله. انت ملاحظ ان ده تعمل له ديفايدد كام؟ بيقول لي ديفايدد 10. يا حبيب قلبي ديفايدد 10 ده هنا بس، لا انا عايز حاجه تنفع على الاثنين، فهتبقى ديفايدد كام؟ 2، عشان هي اللي هتنفع على الاثنين، فهتبقى سي 5. اتش كام؟ 4. ليه؟ عشان ال10 ديفايدد 2 بكام؟ ب5. ال8 ديفايدد 2 بكام؟ ب4. يبقى سي 5 اتش 4، يبقى الاجابه سي. ودعنا ننتقل الى السؤال الاخر اعزائي المشاهدين. فيلا بينا سؤال رقم 8. بيقول لي which of the following its empirical formula has largest mass in grams. يعني معنى كده بيقول لي الامبيريكال فورمولا بتاعته تحتوي على اكبر ماس. تعال سي 6 اتش 6، فاكرين ده مين؟ ها فاكرين لما رسلت لكم حلقه البنت قالت لي دكتور ده حلقه الباب، انا واحد بتاع كيمياء نازل البيت عشان اقول لك الباب اوكي الباب، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، يعني ما رضيش ربنا. ده بالطريقه المعوقه دي، انا اسف على التلوث اللي انت بتشوفوه، بس ده بسميه بنزين. وبص حته زياده بسميه اروماتيك بنزين، اروماتيك بنزين، وده ملوش علاقه بالبنزين اللي انت بتحطه وبتفوله بالعربيه بعد اذنك، بلاش غباوه تمام، عشان اتكلمت في الحته دي في الحصه اكتر من مره. البنزين ده ليله كبيره هتعرفها في ثالثه ثانوي، ولكن مش هو اللي بيتحط العربيه، اللي بيتحط في العربيه ده الجازولين. طيب يلا بينا which is the following empirical formula عنده largest mass. طيب يلا بينا واحده واحده. على فكره انت نسيت انت بتعمل ايه. سي 6 اتش 6، ايه رايكم كلهم يتعملوا ديفايدد كام؟ 6، فتبقى سي اتش بس كده. ده الامبيريكال فورمولا باشا بتاع اول واحد. يلا بي بيقول لي سي 4 اتش 10. طب واحده واحده ساعدني كده، الديفايدد كام؟ 2. يبقى سي كام؟ 2. اتش كام؟ 5. عملت كله ديفايدد 2. طبعا انت مش عايز صغير عشان اقول لك ال4 ديفايدد 2 ب2 وال10 ديفايدد 2 ب5، اظن دي بديهيات مش كده؟ ماشي. رقم سي بتساوي سي 3 اتش 6 ديفايدد كام؟ وده يقول لي 2. يعني بص انا هموت منك قريب، هموت منك قريب. هتبقى ديفايدد 3، 3 ديفايدد 3 ب1 و6 ديفايدد 3 بكام؟ ب2، صح كده؟ يبقى لحد دلوقتي ملاحظ مين اعلى حاجه، اعلى امبيريكال؟ بي. طب تعالى نكمل دي سي 2 اتش 6، ده بقى اللي ديفايدد 2. لو انت عملت كله ديفايدد 2، ده ديفايدد 2، ده ديفايدد 2، تبقى سي اتش 3. طبعا انت فاهم 6 ديفايدد 2 ديفايد ب 3. بذمتك مين اعلى واحد في سيهات؟ بي. طب مين اعلى واحد في اتشات؟ برضو بي، وهو عايز اللارجست ماس. يبقى مش محتاج بقى اقعد اقول لك 12 في 2 بلس 5 هتبقى هي المولر ماس، مش لازم بقى اقول لك كل ده، دي باينه جدا الاجابه بي هي اللارجست ماس. يبقى انا اختار وانا مطمئن ومطمئن القلب ان الاجابه بي هي الاجابه الصح. يلا بينا سؤال رقم 9. بيقول لي what is the chemical formula of oxide of nitrogen which contain 63.64 باي ماس نيتروجين. طب يعني ايه اوكسايد اوف نيتروجين؟ دي كلمه خطيره، هي اللي هي اللي هتحل اللغز بتاع السؤال ده. اوكسايد اوف نيتروجين يعني نيتروجين اوكسايد، بس كده بس كده، مش محتاجه علم، بديهيات وحماده هلال. بيقول لك ايه؟ ان الاوكسايد اوف نيتروجين هو عباره عن نيتروجين ماسكه في اوكسايد. طيب هو بيقول لي ايه؟ كالكوليت ذا امبيريكال فورمولا. كيميكال فورمولا يعني امبيريكال فورمولا. فاجل الامبيريكال فورمولا هقسم بنفس عدد العناصر، يعني ايه؟ هنا في كام عنصر؟ 2 ان واو، صح كده؟ يلا فاكر اول حاجه كنا بنعملها ايه؟ نمبر اوف مولز. لا اول حاجه كنا بنعملها الماس، صح. طب بص مش لاقي ماس، بس لاقي 63.64، هحط 63.64. اسالك سؤال، 63.64 ده الماس اوف نيتروجين، يبقى احطه تحت مين؟ النيتروجين. ده برسنت صح؟
اه بس الواد قال لي حطه بالجرام. بص انا معاك، احنا مقسيوم ان احنا شغالين ب 100 جرام، فانت كلامك صح و100 فل و10. بس هسألك سؤال، الواد قاعد يعيط بيقول لي يا دكتور مش لاقي البرزنت بتاع الاكسجين. هقول لك حبيبي افتكر العظيم بتاعنا رغيف الحواوشي، لو انت خدت منه 63.64% نيتروجين، تتخيل يا ترى يا هل ترى هيبقى في كام اكسجين؟ هتعمل 100 ماينس 63.64 تطلع الإجابة. أمسح كل بقى الكلام ده تحطه على الكالكوليتر الجميل بتاعك، تطلع الإجابة ب 36.36. عارف رقم كده لذيذ وشيك كده، تحس أنت شغال صح. ما تلاقي الأرقام مبسوطة لك كده اعرف إن في ماشي. يلا بينا، ده كده الماس صح كده، احنا شلنا البرسنت وحطينا ايه كلمة جرام، وانا متفق معاك على الاتفاق ده في الحصة. طيب يلا بينا نمبر اوف مول. يبقى اول حاجه الماس، تاني حاجه نمبر اوف مول. هو نمبر اوف مول بتساوي ايه؟ ماس على مولر ماس. طيب ده الماس مش كده؟ طب عشان ايه المسافه المساحه يعني على قد خالص، فهنشتغل على مولر ماس على طول. طيب يلا بينا، يبقى ده ماس على مولر ماس. المولر ماس بتاع النيتروجين تعال نشتغل هنا، انت طبعا حفظتهم، بس المولر ماس ب 14، وهنا الاكسجين بكام؟ يلا شوف من هنا برضو هتلاقي الاكسجين ب 16. تمام، تطلع الاجابه معاك 4.56، وهنا الإجابة هتطلع معاك ب 2.2773. تمام؟ طيب هسألك سؤال، مين فيهم الرقم الأول؟ ده 2 بوينت. مين فيهم الرقم الأصغر؟ الـ 2 ولا الـ 4؟ تقول لي الـ 2. يبقى تعمل ديفايدد أصغر رقم، ده اللي هو عبارة عن إيه؟ 2.273، وده 2.273، ده على نفسه تساوي كام؟ 1. طب بص ده ديفايدد ده هتلاقي بص بقى 2.0006. يا لهوي، يبقى شيل بقى الحلاوه الحلكشنشيات دي خالص وتتبقى التول لوحدها. يبقى 2 هنا 2 هنا 1، اهو ال 1 ده كده ال 1 اكسجين وال 2 نيتروجين، يبقى ان 2 او. ماشي يا شباب، يبقى الاجابه ان 2 او، يبقى الاجابه بي. يلا بينا السؤال اللي بعده، بيقول لي ذا امبيريكال فورمولا اوف اوكسايد اوف سلفر. نفس الفكره، اوكسايد اوف سلفر يعني اس او او، اس كام تو كام دي لعبتك بقى، اس كام او كام دي لعبتك. طيب بيقول لي يبقى عايز الامبيريكال فورمولا برضو ماشي. امبيريكال فورم هتقسم كام نص؟ 2، اول نص الاس وتاني نص الايه؟ الاو. نفس الفكره. طب اسالك سؤال، بيقول لي السلفر 50، حد يعرف الاكسجين كام؟ رغيف الحواوشي، لو انت خدت من 50% من السلفر هيتبقى كام في الميه من الاكسجين؟ 50، ده كده الماس صح كده. اعمل ايه دلوقتي؟ ديفايدد ايه؟ المولر ماس. الاس بكام؟ ب 32. اهو لو انت مش مصدقني اهو ب 32. انت مش جدع على فكره، المفروض تصدقني، المفروض العلاقه ما بيننا تبقى فيها الثقه. طيب 50 الاكسجين 60 صح كده، وبص بقى هتلاقيها هي هي 60. طيب تستنى اقلب الصفحه، ماشي، تطلع الاجابه معاك ب 1.56، وهنا تطلع الاجابه معاك ب 3.125 صح كده. ايه مين فيهم الاصغر؟ ده صح كده، فهتعمل ده ديفايدد نفسه 1.56، وده ديفايدد برضو 1.56. ليه؟ عشان انا بجيب اصغر رقم واعمله ديفايدد، بجيب اصغر رقم وبعمله ديفايدد. ده مع نفسه يديني كام؟ 1. ده على نفسه يديني كام؟ 2.003. ماليش دعوه بال 003، هي 2 حلوه جميله وايه ما تعقدهاش، فكها ربنا يفكها عليك. يبقى كام اس 1 اهي، او كام؟ او 2، يبقى هي اس او 2 سلفر دايوكسيد، الاجابه بي صح كده. يلا بينا سؤال رقم 11. الهومورك النهارده لذيذ وانا رايق بصراحه دكتور. يا ماشي خلاص، رقابة بس. What is the empirical formula of hydrocarbon؟ قلت لك، خلي بالك في الحصة دي قلت لك hydrocarbon، كلمة hydrocarbon يعني عبارة عن كربون وهيدروجين فقط لا غير، عبارة hydrocarbon عبارة عن كربون وهيدروجين فقط لا غير. ماشي، بيقول لي What is the empirical formula of hydrocarbon يعني CH، سوري هي دي بالغلط، انا ما جاوبتش حاجة. ماشي، which you contain كام؟ 0.05 مول اوف كربون اند 0.1 مول اوف هيدروجين. واحده واحده، انا عندي كربون وعندي هيدروجين فهقسمه نصين، ده امبيريكال فورمولا. عند الكربون هعمل كام؟ 0.05، اهو 0.05 مول اوف كربون، هنا 0.05 وهنا
الهيدروجين هتبقى بكام؟ 0.1. يبقى معنى كده هل مديني عايز اجيب الماس؟ لا، هو على طول مديني نمبر اوف مولز. هو انا كنت بجيب الماس عشان اعمل ايه؟ ديفايدد مول الماس. ايوه، عشان اجيب ايه؟ عشان اجيب النمبر اوف مولز. هو المره دي مديك النمبر اوف مولز، صح؟ فاكر كنت بتعمل ايه النمبر اوف مولز؟ بعمل ريشيو، صح؟ بعمل ديفايدد اصغر رقم. يلا، ومش هقول اسمك يا هبه يا عصام، يلا قول لي من هنا مين اصغر واحد؟ هل ال 0.05 ولا ال 0.1؟ طب هسألك سؤال، هنا الدوت وهنا الدوت، هنا البوينت وهنا البوينت، ده زيرو، ده كام؟ 1. بس يبقى الاصغر هو الزيرو على صوابعك. زيرو يعني مفيش ولا صوبة، لكن 1 في صوبة، ماشي؟ انا تعبت، فهتعمل ديفايدد كام؟ 0.05، وهنا ديفايدد كام؟ 0.05. تطلع الاجابه 1، وهنا تطلع الاجابه ب2، يبقى C1H2. وريني يا عم الباشا C1H2، تبقى هي الاجابه المظبوطه. يلا بينا سؤال رقم 14. بص الدنيا بتعد ايه، 13 معلش 12 يا عم الخرا، ماشي. سؤال رقم 12، يلا بينا. What is the empirical formula of compound which is composed of XYZ in equal masses percentage؟ بص حبايبي، السؤال ده مهبود فيه كتير قوي في الكتب، ماشي؟ مهبود فيه كتير قوي في الكتب، مالكش دعوه بهما بيحلوا ازاي، ركز معايا كده حياتك هتبقى جميله صدقني. واحده واحده، اكس واي وزد تمام بتساوي ايكوال ماس برسنتج، يعني هما كلهم زي بعض. هسالك سؤال، لو انت جبت 100 برتقانه، اقول لك على حاجه، انت ما بتحبش برتقان، لو انت جبت 100 رغيف حواوشي، يا دي رغيف الحواوشي اللي مجنن امك ده، ماشي؟ لو انت جبت 100 رغيف حواوشي وقسمته على 3 افراد، كل واحد ياكل كام؟ ها، هو انا قسمته يعني بعمل ايه؟ ديفايدد. طب اعمل كده 100، لو انا النسبه المئويه 100 ديفايدد باي 3، 100 على 3 فيها في كام؟ 33.3333 وهكذا لحد انفينيتي. ايا كان هاخد انا اللي هو 33.33. طيب هو بيقول لي الثلاثه دول ايكوال ماسز، يبقى انا لو انا واد فاجر وصايع اقسم الصفحه عندي 3 تنصص، صح كده؟ عندي اكس، عندي واي، عندي زد. الاكس بكام بيرسنت؟ ب 33.33، صح كده؟ وهنا 33.33، وهنا 33.33. دكتور عرفت ازاي؟ ما قاليش يا حبيب قلبي، قال لي الثلاثه ايكوال ان ماسز. يعني ايه ايكوال ان ماسز؟ يعني الماس بيرسنتج، يعني هما الثلاثه مقسومين صح، يعني هما الثلاثه قد بعض، يبقى ال 100 هتتقسم على الثلاثه، تمام يا شباب؟ يبقى انا كده جبت ده ايه؟ احنا قلنا نشيل البرسنت ونحط ايه؟ جرام جرام جرام، وبعد كده ده الماس. هعمل مولر ماس، اعمله مولر ديفايدد مولر ماس. الاكس هو مديني بكام؟ شباب اكس وواي والكلام ده حاجات انون، يعني انا ما اعرفش. هو مديني الاكس ب 20، حلو، يبقى ديفايدد 20، والواي ب 40، يبقى ديفايدد 40، والزد 60، يبقى ديفايدد 60، تمام؟ تطلع الاجابه هنا 1.665، وتطلع الإجابة هنا 0.8325، تمام؟ وتطلع الإجابة هنا 0.555، ماشي يا شباب؟ طيب يلا بينا، أصغر واحد أنت شايفه هنا إيه؟ هل الـ 1 ولا الـ O ولا الـ O؟ لا، الزيرو أصغر، يبقى 0. بس خلي بالك هنا في 8 وهنا في كام؟ 5، يبقى معنى كده إن ده أصغر رقم. طيب هتعمل كله ديفايدد اصغر رقم، اللي هو ده ديفايدد نفسه، ماشي؟ تطلع الاجابه ب1، يبقى انا كده جبت ان الزد ب1 اهو، الزد اهو ب1. طب تعال هنا، ده ديفايدد اصغر رقم اللي هو 0.555، تطلع الاجابه معاك ب1.5، وهنا ده ديفايدد 0.555، تطلع الاجابه معاك ب3. اوبا، هل ينفع امشي؟ لا، ما ينفعش امشي. ليه؟ عشان ده 1 وده 1.5، ينفع اسيب فراكشن؟ طب الواحد ونص ده اعمله تايمز كام عشان يديني رقم صحيح؟ هسالك سؤال، الواحد ونص ده عباره عن ايه؟ 3 على الاثنين، اشيل فراكشن ازاي؟ اضربه تايمز كام؟ تايمز 2، صح كده؟ يبقى بس هسالك سؤال، الواحد ونص تايمز 2 بكام؟ ب 3. بس هسالك سؤال، هل تايمز 2 هنا بس؟ لا. طب تايمز 2 هنا بس؟ لا. طب تايمز 2 هنا بس؟ لا. طيب نشوف كله. طيب 3 في 2 بكام؟ ب 6، يبقى 6 و 3. 1 في 2 بكام؟ ب 2، يبقى 6 3 2 تاني، يبقى اكس 6 واي 3 زد 2. جميل السؤال ده، جميل السؤال ده، ومالكش دعوه بالعبث اللي هم حالين بيه، ماشي؟ اكس 6 واي 3 زد 2، يبقى الاجابه يا باشا، الاجابه يا باشا دي، ماشي يا حبايبي؟ يلا بينا السؤال اللي بعده.
A compound consists of 3 elements carbon, hydrogen, oxygen. هسألك سؤال، هل ده بسميه هيدروكربون؟ لا. ليه؟ هيدروكربون عبارة عن كربون وهيدروجين فقط لا غير، لكن هنا ما دام فيه اكسجين ما ينفعش اسميه كلمة هيدروكربون. بيقول لي الريشيو ما بين، بص بيقول لك عايز الريشيو بس، مش الامبيريكال يعني، ما تتكملش الاخر. الريشيو بتوين ذا نمبر اوف مولز بتاعت الكربون للنمبر اوف مولز بتاعت الهيدروجين. اسالك سؤال، هو قايل مين الاول؟ كربون. يبقى تكتب الكربون بايدك الطاهرة دي الاول، وبعد كده مديك مين؟ الهيدروجين. اقسم إيه نصين، يلا بينا. هو انا كده هو مديني برسنت صح؟ ينفع اشيل برسنت ده واحط ايه؟ جرام صح. هسالك سؤال، هل الاكسجين ليه لازمه؟ لا، الاكسجين هنا ملوش لازمه عشان هو الريشيو هنا بتوين الكربون والهيدروجين فقط لا غير. هو اللي قال لي مش بمزاجي، اهو كربون وهيدروجين. حلو حلو، يلا بينا. هنا احط تحت الكربون الرقم اللي جنب البرسنت اللي هو 72 اهو، والهيدروجين يا شباب ب 12 اهو. يلا كده الماس صح، اعمله ايه؟ ديفايدد المولر ماس. ليه؟ عشان جيم نمبر اوف مول بس، وانا عايز الريش بتاعته. طيب هنا بيقول ان الكربون هو بيداني المفروض اهو مداني ب 12 والهيدروجين ب 1، يبقى هنا ب 12 والهيدروجين ب 1. هنا تطلع معاك الاجابه ب 6 سوري، تطلع هنا الاجابه معاك ب 6 وهنا تطلع الاجابه معاك ب 12 صح كده. يبقى كام؟ سي 6 اتش كام؟ اتش 12. هسألك سؤال، ينفع اعمل ديفايدد كام؟ اعمل كله ديفايدد اصغر رقم، مين اصغر رقم؟ 6، 6 على 6 وعلى 12 هتطلع كام؟ 1، وهتطلع كام؟ 2. يبقى الريشيو 1 تو 2، يبقى اشيل ال 6 دي واحط 1، اشيل ال 12 دي واحط 2، يبقى الريشيو 1 تو 2، يبقى الاجابه هتبقى بي 1 2 2. ماشي شباب؟ يلا بينا سؤال رقم، اظن ده اخر سؤال، لان 15 هتاخدوه في الحصة اللي جاي المولكيولار فورمولا. طيب يلا بينا سؤال رقم 14، بيقول لي an ionic compound composed of sodium وسلفر واكسجين. طيب فمديني البرسنتج بتاع الصوديوم، مديني البرسنتج بتاع السلفر، مديني البرسنتج بتاع الاكسجين، وبيقول لي هات الايون، هات الامبيريكال فورمولا. عارف لو انا بكتب السؤال ده مش هكتبه كده، هكتبه صوديوم كذا سلفر كذا، واروح اعمل حركة سخيفة اروح شاطب على الاكسجين واقول لك انت طلعه. سهله لو انت معاك رغيف حواوشي صح، خدت منه 29% وخدت منه 40%، هيتبقى كام اكسجين؟ تعمل 100 ماينس كذا بلس كذا. فاهمين يا شباب؟ نفس رغيف الحواوشي اللي مطلع هنا اهلنا من الحصه لحد دلوقتي. ماشي يا حبايبي، يلا بينا يا خرا. طيب يلا بينا نعمل نقسم كام، نقسم كام، نقسم كام؟ 3. ليه؟ عشان عندي صوديوم وعندي سلفر وعندي اكسجين، اهو صوديوم وسلفر واكسجين، صوديوم سلفر اكسجين. هعمل ايه الاول؟ احط الماس، البرسنتج هي هي، اشيل البرسنت واحط ها جرام صح. يبقى الصوديوم عندي كام؟ 29.8، حط جرام، حط انت بقى جرام. السلفر عندي كام؟ 40.56. طيب وعندي الاكسجين 30.36، ده كده الماس. هعمله ديفايدد ايه؟ المولر ماس صح. يلا المولر ماس هو مدهاني على الجنب، يلا المولر ماس الصوديوم ب 23، السلفر ب 32، بالاكسجين ب 16. تطلع معاك الاجابه تساوي 1.26، وهنا الاجابه تطلع معاك 1.26، تطلع معاك الاجابه هنا 1.89. ايه التسعة دي؟ ما تسألنيش ماشي، في حاجات ما تتسألش عليها. تمام يلا بينا. ده مين اصغر رقم؟ ال 1.2 ولا 1.8؟ 1.2 طبعا. يبقى هعمل ديفايدد كله اصغر رقم 1.26 وديفايد 1.26 ديفايد 1.26، يعني ده على نفسه في كام؟ ب 1. ده على نفسه في كام؟ ب 1. ده على نفسه في كام؟ ب 1.5. ما تتفزلكش، هيطلع 1.45، خد ال 1.5 صح كده. طيب هتعمل ايه في ال 1.5 دي؟ تايمز كام؟ تايمز 2. يبقى هعمل ال 1.5 تايمز 2 تطلع بكام؟ ب 3. وال 1 تايمز 2 بكام؟ تطلع ب 2. وال 1 تايمز 2 بكام؟ ب 2. يبقى الصوديوم ب 2، السلفر ب 2، الاكسجين ب 3. طيب هنا مفيش الصوديوم خلاص في 60 داي، اهو اكس على 2، يبقى معنى كده ان الاس 2 او كام؟ او 3. تعال نختار من هنا اس 2 او 3، يبقى الاجابه ايه؟ هي الاجابه المظبوطه. ماشي حبايبي. جميل السؤال، جميل 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 الحصه دي، انا بحبها من اكتر حصص بحب اشرحها. الامبيريكال فورمولا جميله، نفس الطريقه كده ماس
divided molar mass تجيب لي number of mole، اجيب ratio اعمل اصغر رقم، ولو في fraction اعمل times 2. وطبعا احنا اتدلعنا بما فيه الكفاية في الحصة في نفس الموضوع. شدوا حيلكم وركزوا عشان الكويز المرة الجاية مش هيكون سهل قوي، هيكون سهل بس مش قوي. شباب يلا بينا، ما تنساش ان الكيمياء بتفتح الدماغ.